ما بدي نطلع من قضية اللحوم لقضية الألماس وليدة. فهمت عليك عمي فهمت. بس أنت ملمع شيء قدامه بموضوع التياب؟ ما أنت شفت إنه بنتي ما معها خبر، كيف بدي أحكي قدامه؟ يعني أبداً أبداً؟ أبداً. بس ابن الكلب شغل لي بالي لما قال لي شهود ومستندات. أي شهود وأي مستندات؟ ممكن جنين؟ جنين؟ هيدي الفلعوصة؟ شو نسيت إنه صغرك كان حاططها جاسوسة عليك؟ ما هي قالت بعد مثل سنة إنه بتعرف عن الألماز وما بتعرف و... حكي كله حكي، ما حدا بيعرف شيء. بالتياب ما حدا بيعرف إلا أنا وأنت، وباللحمة أنا ونصر البواب بس، لا شاهد ولا ماهد. قال يعني الفترة اللي طلبها ما رح توصلوا لمطرح. الفترة اللي طلبها إلنا وليد. شو يعني إلنا؟ بدك تسافر؟ ما فيك تسافر، ما مضيله سند إقامة، ما فيك تسافر قبل ما يخلص التحقيق. أي سفر وليد؟ مين جاب سيرة السفر؟ عم بقول الفترة اللي طلبها إلنا، مثل ما اتفقنا نعيم العطار. راح أتصل بمرته خليها تبلغه إنه رشيد خطار راح يوقف لك محامي. المحامي شاطر نعيم، الله بعت لنا إياه من السما. شو قلتي لي اسمه؟ وليد الصراف. المحامي وليد الصراف. الله يخلي رشيد خطار الوزير السابق. بيعرفني؟ منين بيعرفني؟ بيعرف إنك مظلوم وإنه البواب الله يغمق له هو اللي ورطك. بشو؟ شو مصلحته رشيد خطار؟ شو بده مني؟ يا عم منين بتصير تجيبي لي هالاخبار؟ مش عارف منين بتجيبيها. ما تكوني عم تخبصي برات الصحن وانا بالحبس مع هيدا رشيد خطار. الله يسامحك يا مخلوقه، ما حدا بيساهل حدا هالايام الا ما يكون بده شيء. معك حق نعيم، بدنا شيء منك. مين انتم؟ ما قلت لك مرتك؟ معالي الوزير رشيد خطار. قلت لي بس شو بدكم مني؟ بتعرف انا رشيد خطار؟ بعرفه، كان يجي لعند اللي ما بيتسمى نصر البواب. وليش ما بيتسمى؟ لانه مجرم ورطني معه وانا ما معي علم. انا امين مستودع، استلم بضاعه بستلم، غير اتيكيت بغير، وزع بضاعة بوزع. ايه وليش كنت تغير اتيكيت؟ كان نصري قال لي فيهم غلط، تاريخهم غلط. انت كنت تصدقه؟ لقمتي من وراي يا استاذ. طيب وهلا؟